وكل القضايا عندما تصل إلى القضاء، أنتم تعلمون أنها في الأخير تحاكم علنيا. الآن في قضية منذ 6 سنوات، قضية سالت الكثير من الحبر. صحيح. الآن تحاكم علنيا. عندما يصل وقتها ينتهي التحقيق، وانتهى التحقيق وفقا للإجراءات تحاكم علنيا، والكل يحضر إلى الجلسة ويستمع إلى الأقوال من هنا ومن هناك والشهود وغيرها. هذه هي ميزة القضاء، هذه هي ميزة القضاء. لا يعمل في المكتب، فكل ما يصل القضاء في الأخير يحاكم علنا.